يشهد المزاد للحصول على أحد 25,000 تذكار مرتبط بفرقة أبا السويدية الشهيرة في مجال موسيقى البوب إقبالاً شديداً عبر الإنترنت، مع أن عرض هذه القطع لم يجذب الكثير من الأشخاص في ستوكهولم. فبعض القطع المعروضة للبيع نادرة جداً، مثل أسطوانة أنجزت بمناسبة عيد ميلاد أحد معاونات الفرقة المقربات غوريل هانسر، وتأتي عملية البيع بعد 3 أشهر على تدشين متحف أبا في ستوكهولم. وقد جمع السويدي توماس نوردن هذه القطع المعروضة للبيع منذ العام 1974، وهي تضم دمى باربي أقيمت على صورة أعضاء الفرقة وأخفاف تحمل اسم أبا، فضلاً عن أسطوانات ولوح صابون وحقائب وملصقات. وتفيد تقديرات دار المزادات أن عملية البيع ستجمع حوالي 92,000 يورو في حال بيعت كل القطع بالسعر المحدد لها.